عجلة البناء والإعمار في الشطر القديم من الموصل تدور ولكن ببطء. خطط إعادة البناء شملت نحو 50 من أعرق البيوت التراثية في الجانب الغربي من المدينة بتمويل وإشراف من منظمة اليونسكو، على اعتبار أن هذه البيوت تمثل تأريخ الموصل وعراقتها. دور منظمة اليونسكو ومفتشي آثار وتراث نينوى هي إعادة إعمار هذه البيوت بإشراف كامل على الشركة المنفذة لضمان استخدام نفس المواد وكذلك إتقان العمل وإنجاز العمل بنفس الصورة الأصلية للدور. كان هذا العمل ضمن منحة الاتحاد الأوروبي لإعادة الإعمار في الموصل القديمة. تم اختيار هذه المنطقة لتكون قريبة من منطقة الجامع النوري وكذلك احتوائها على العديد من المباني التراثية التي تعود لنفس الحقبة التي بني فيها الجامع النوري. مساحات معظم هذه البيوت لا تتجاوز 50 مترا مربعا، أما الكتل الكبيرة من الرخام التي تحمل نقوشا يدوية فتعكس بجلاء مهارة البنائين والعمال. كشكل معماري راح تعود مثل ما كانت بالضبط، بس كمواد إضافية ضفناها مع النور راح تكون أقوى كتماسك. كذا احنا كمهندسين لازم احنا نحافظ على الجانب الإنشائي أيضا، ما يصير أنا أجي مثلا أبرز الجانب المعماري للبيت وأخلي الجانب الكونستركشن ماله مثلا تعبان أو كذا. فجمعنا الشغلتين، كجانب إنشائي حافظنا أنه مواد مع النور ضفنا تقوي هاي المادة، تزيد من صلابتها. وأسفل كل بيت يوجد سرداب عميق كان حسب سكان المنطقة صومعة أفراد الأسرة صيفا وشتاء وملاذهم الآمن عند الشدائد. ترميم هذه البيوت التي يعود تاريخها إلى 15 قرنا يمثل من وجهة نظر المؤسسات المعنية الخطوة الأهم في عملية إعادة إعمار الموصل، كونها معالم أثرية تختزل تاريخ المدينة العريق. هو عزيز، سكاي نيوز عربية، الموصل القديمة.